الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله النبي الأمين. أما بعد يا أحباب من الصف الثاني باء بمدارس التربية الأهلية بالخبر، نقدم لكم استراتيجية المرجيحة أو الأرجوحة. وركب معنا الطالب سعيد خليل، أول طالب لأنه يجلس مهذبا. المهذبون سيشاركون. خلاص مشعل اعطي له شوط علشان تحييه تحية كبيرة لسعيد. حيوا سعيد، الله أكبر. خلاص اتركه الآن حتى يكون سعيد كان انتهى من الشوط. نسأل، خلاص اترك الكرسي يا ميم عزام. إذا وقفت يا ياسين، يا عبد الرحمن أول واحد محروم من المشاركة. خلاص أقول، خرجت سيارة ذات يوم. هنا ثلاث كلمات، بماذا تنتهي هذه الكلمة يا راشد؟ تاء مفتوحة أم مربوطة؟ مفتوحة. اركب يا راشد. بعده مشعل، مشعل عزام، دفعة بسيطة يا عزام، دفعة بسيطة. الله، بس خلاص اتركه، اتركه حتى يشعروا بالسعادة. خلاص وقف يا عزام، وقف وقف. مشعل، سيارة تنتهي بماذا؟ تاء مربوطة أم مفتوحة؟ مربوطة. اركب يا مشعل. عزام، طيب خلاص مشعل، مشعل لا يريد أحد يساعده، سيساعد نفسه بنفسه. خلاص نتركه مع نفسه. هل أنت سعيد يا مشعل؟ طيب انتظر يا عزام. خلاص خلاص معنا ضيف من الصف الثاني ألف، ما اسمك؟ خالد. خالد، تعال يا خالد. سيارة، ما نوع المد بها؟ ما نوع المد هنا؟ اركب يا خالد، اعطي خالد شوط، نرحب بخالد. معنا ضيف علينا اليوم. يا خلاص يا عزام، خلاص يا عزام لا تشغل بالك، لا انتظر حتى يركب. خلاص سيبه يا مشعل، سيبه. خلاص خلاص، هو لا يساعد، هو يساعد نفسه. خلاص كفى يا خالد. الآن ماجد يجلس مهذبا. مشعل عد إلى مكانك، عزام عد إلى مكانك. تعال يا ماجد، الأول أسألك السؤال، كلمة طريق ما نوع المد بها؟ أحسنت، اركب. لا هو يدف نفسه. مشعل اتركه، أنت قلت لا يساعدني أحد، هو يساعد نفسه. خلاص هو يساعد نفسه. الآن المهذب ياسين، تعال ياسين بالترتيب. خلاص يا ماجد، ما هو كده عشان حتى لا تقع. خلاص جملا، ما نوع التنوين هنا؟ اركب ياسين. مشعل هزعل منك يا مشعل، بعدين في استراتيجيات تانية. أمير، يا عبد الرحمن ما ينفع كده. كلمة حزينا ما نوع المد بها؟ ما نوع المد هنا؟ يا اركب. خلاص أمير اتركه يا مشعل، اتركه يا مشعل. أنس، تعال يا أنس، أنت ومنصور. يا مشعل، يا مشعل اتركه، اتركه يا مشعل. يا أخي حرام، تعال يا منصور. أنا يا اقرأ هذه الكلمة. إلى اركب. خلاص يا أمير، أنا قلت خمس مرات اجلس. عزام، تعال تعال يا أنس، اقرأ هذه الكلمة. الطريق، تعال. لام شمسية أم خمرية؟ شمسية. خلاص يا عزام اركب يا أنس. طيب خلاص اترك الدور لأنس. خلاص
منصور ارجع مكان. لا هو يدوب في نفسه. طيب بعد الفسحة ان شاء الله لان الفسحة قاعد تنتظرهم ولا تروح الفسحة؟ طيب اللي عاوز ينتظر يخلي لي لسه دوره ما جاش والباقي ينزل فسحة. يا محمد اقرأ هذه الكلمة. لا من شمسية ام قمرية؟ شمسية. اركب عبد الملك، اترك محمد يركب وبعدين تعال لي انت. تعال انت، اتركه يا فراس، اتركه يشعر بالسعادة والمرح. تعال انت، اراك اقرأها. حزينا، ما نوع التنوين؟ اركب خلاص يا محمد. تعال يا فراس، تعال يا فراس، اترك عبد الملك يركبوا. لا رجعها تاني. ايوه ساعده يا فهد. ها خلاص ادي له شوط. خلاص تعال يا فراس اقرا هذه الكلمه. جمل. لا من قمريه ام شمسيه؟ قمريه. خلاص يا عبد الملك حتى تلحق بالفسحه. تعال يا فهد اترك فراس ياخذ شوطا. لا تخاف. تعال يا فهد اقرأ هذه. أنت سبب حزني. ما نوع المد؟ يا. خلاص يا فراس نزل، انزل علشان فهد يركب. راكب فهد واعطي له شوط. خلاص اعدل يا مشعل، سيبه بالراحة بالراحة، لا تدور الحبل. خلاص نكتفي بهذا القدر حيث جاءت الفسحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.